السلام عليكم. لا عنكم هذا خير. فين هو؟ فين هو؟ عندك شي كاميو انت؟ لا يلا يلا الله يعاونكم. العز العز الله يحفظكم اخي. السلام عليكم سيادنا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام داخل المغرب وخارجه. هذا اخوكم سيمو من قناه مشاريع المغرب يحييكم وكيضرب لكم موعد مع محتوى جديد ومشاريع جديده في اطار تحديث المملكه المغربيه مع فريق بيمارو. وما ادراك ما بيمارو اللي عشنا معهم لحظات في مول الرباط، مشروع لو كاروسيل الكبير، مشروع الضخم الترفيهي بيمارو. اذا مشاهدينا الكرام كنشاهدوا هذه الشاحنات وغنتكلم لكم على هذا المشروع الطبي الجديد التعليمي والصحي. ثلاثه، مشروع صحي وطبي وتعليمي بحول الله. إذن هاد الشاحنات هادو كيدخلوا. والله يعطيك الصحة. والله الله 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 القهوة جابها لاصقة هاد السيد هذا. إذن هذا هو المشروع مشاهدينا الكرام. هنا الشاحنات كيدخلوا كاين الحفير الداخل باش كيتكون واحد السوسول سوتيران في العمق كيحفروا وكيجيو الشاحنات هنا أمامكم اللي كتشوفوا معايا، ومن بعد كيهزوا الرملة كيدوها الأماكن ديالها. إذا مشاهدينا الكرام هنا إن شاء الله بحول الله غادي يكون واحد المستشفى كبير وضخم على غرار المستشفى ابن سينا البرج، لكن هذا مستشفى متخصص. الله ينجينا وينجيكم والله يحفظنا ويحفظكم، مختص في الرأس، كل ما يتعلق بالدماغ والرأس بصفة عامة. إذا معنا هنا منظم السير تابع الفريق بيمارو. الله يعاون اخويا، تبارك الله عليك اخي، الله يحفظك اخي، بارك الله فيك، الله يعاونكم. اذا عمليه تنظيم مرور السير بهذا المكان. اذا مشاهدينا الكرام هذا الفضاء، هذا الفضاء كامل اللي كتشوفوه هنا غادي يكونوا مشاريع طبيه وصحيه وتنمويه. العز الله يعاون انا اخي، الله يحفظك اخي، بارك الله فيك. اذا غادي يكون عندنا واحد مستشفى ضخم عملاق على غرار المستشفى القديم ديال الراس ان شاء الله. الاشغال خدامين عليها فريق بيمارو، وبوست بيطون راه هو امامكم غادي نقربوا ليه ان شاء الله. في كيتصنعوا المواد الاوليه البيطون فين غادي يكون جاهز كذلك. غادي يكون عندنا ان شاء الله هنا بحول الله مركز للتكوين والتعليم على شكل حي جامعي داخلي بحول الله. ريحنا ريب لهم هاد الكرياجات، طيح لهم كل شيء. هنا البيرو دي بوست، هنا فين كاين المكتب او الاداره المحليه الخاصه بالمشروع الطبي والصحي والتعليمي. السلام عليكم. الله يعاون. اذا البيرو دي تيد وللأطر والمهندسين والمسيرين، هذا هو أمامكم مشاهدينا الكرام. إذا
لاحظوا معايا اول فكره ان فريق بيمارو بيان ايكيبي بيان اورغانيزي فريق متكامل احترافي بيمارو. وما ادراك ما بيمارو، عشنا معاهم لحظات في مشروع لو كاروسيل، خصوصا مشروع مول على الفضاء ومشروع السينمائي الضخم اطلس مركب او قاعه سينما مغطاه كبيره. إذن الأشغال هنا على بناء المستشفى أمامكم وإعادة البنية التحتية اللي تضررت بالرياح، الله يحفظنا ويحفظكم، عواصف ورياح. إذن هذا هو المكان المخصص فريق بيمارو. وقريبا إن شاء الله غندير لكم روبورتاج حول المستشفى العملاق ابن سينا، الاشغال الحراقيه نايضه تما بمقاولتين مغربيتين، ما كاين غير المغاربه ولله الحمد. اذا كتشاهدوا معايا المغرب دخل واحد المنعرج، يعني منعرج خطير خطير جدا فيما يخص البنيه التحتيه، خصوصا الصحيه والطبيه والتكوين، الناس اللي كيسولوا على الطب والصحه. اذا كنهديكم هذا الفيديو هذا مشاهدينا الكرام، الاشغال في العمق، الحفير الداخل، الحراقيه نايضه، اللهم بارك. إذن لانستالاسيون برانسيبال ديال الكهرباء، خطوط الاتصال الألياف البصرية فيبروتيك. إذن بحول الله حنا كنتواجدو في السويسي، بالضبط السويسي. كنتمنى الصوت يوصلكم، كنتمنى الصوت ما يكونش معاكس او لا فيه تشويش، كنتمنى الصوت يوصلكم بحول الله. اذا مدينه متكامله بحول الله، مدينه طبيه، مدينه الرباط غادي يكون فيها مراكز طبيه وتكوين، ايضا غادي يكون التكوين وغيكون داخلي. نعم، كيفما صرح السيد الوزير ديال الصحه انه هذا المركز شبيه بالحي الجامعي، غادي يقراو فيه الطلبه ديال التعليم خاص بالصحة والبحث الطبي والمجالات الطبية والصيدلانية، اللهم بارك. وفي نفس الوقت غادي يسكنوا فيه، يعني غيكون داخلي، مراكز صحية وطبية بحول الله. السلام عليكم. الله يعاون اخويا، الله يرحم الوالدين. إذا مشاهدينا الكرام، الحمد لله هذا فضل من الله ونعمة، المغرب يتفوق في المجال الطبي والتعليمي وفي مجال التكوين ولله الحمد. هذا السياج ديال مرطاح لهم شباب، بسبب العواصف الرمليه والرياح القويه اللي تسببت في سقوط هذا السياجات. الله يعاونكم العز، ها هي الله يحفظك. اذا لاحظوا معايا مشاهدينا الكرام العمق ديال الاشغال، شحال حفروا، والجنبات كيف لاحظوا معايا الجنبات ديال العمق ديال هذا المستشفى الكبير اللي غادي يكون ثلاثة ديال الطوابق عمق، اللهم بارك. معلمة ومشروع وأيقونة وتقدم وازدهار مشاهدينا الكرام، اللهم بارك. هنا ايضا لا سويت ديال الاشغال، هنا فين غيكون ان شاء الله ايضا مركز خاص بالتكوين. ما شاء الله ارضيه اصبحت شبه جاهزه لانطلاق الاشغال.
لاحظوا معايا الشاحنات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ما شاء الله أكثر وأكثر وأكثر. هذا هو المغرب اللي بغينا، مغرب البناء، الرياضة والاقتصاد والصحة والطب والتكوين والاجتماعي وجميع مجالات الحياة حتى الثقافية منها. هذا بوست بيطون المشاهدين الكرام، من أفضل أيضا لبوست الخاصة بصناعة البيطون. إذن انطلاق الأشغال، وقيل أظن الزواك هذه انطلاق أشغال، معلنة انطلاق الأشغال، غتبدا لا ماشين لي ميكسور جاهزين. إذن الشاحنات ها هما هنا كيف ما شفتوا معنا. إذن هنا ديبو ديال الورشة خاصة بصناعة البيطون، لاحظوا معايا مشاهدينا الكرام المواد الأساسية اللي كتدخل في إطار صناعة البيطون، كياس بشتى أنواع ديالو والرملة كذلك مشاهدينا الكرام. العز إذن مشاهدينا الكرام، واحد الفكرة في هذه القناة، قناة مشاريع المغرب، كنبسطوا أمور بواحد الطريقة من غير لغة خشب باش كلشي يفهم معنا. هذاك الشيء اللي شفنا قدام ديال المواد الرملة والكياس بالأنواع ديالو كيتجمعوا كاملين في واحد المكان اللي هنايا، هو هذا البانيا هذا أمامكم. ها هي كيتم الشحن ديالهم والإفراغ ديالهم في ذاك المكان بواحد النسبة مضبوطة بواحد المعايير بواحد المقاييس، ومن بعد مشاهدينا الكرام كيدوزوا اللاشين، كيدوزوا اللاشين وكيطلعوا، من بعد كيتفرغوا في هاد البانيل الكبيرة وكيتميكساو مشاهدينا الكرام، ومن بعد كيتميلونجاو بالإسمنت ومواد أخرى، ومن بعد كيدوزوا اللاشين الثانية وكيتفيناو بمواد أخرى أيضا خاصة بعملية ميكست، ومن بعد كتجي الميكسورة هي في الأسفل مباشرة كتم عملية الضخ في هذا الميكسور، مباشرة كيمشيو هاد الميكسور هاد الشاحنات للورشة فين خدامين، وكيتم الإفراغ ديالها الإسمنت القابل للصب مشاهدينا الكرام. إذا هذه نظرة شاملة على طريقة الاشتغال. إذا أمامكم مشاهدينا الكرام فريق طبوغرافي تابع لفريق بيمارو، فريق الشباب، تحية لهم، يشتغلون كالعادة، اللهم بارك. إذا نخليو الفريق يشتغل أريحية مشاهدينا الكرام. إذا قبل أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا أخوكم سيمو من قناة مشاريع المغرب يحييكم مشاهدينا الكرام. لا تنسونا اسم اللايك، دائما نأتي لكم بالجديد وأخبار جديدة تهم مشاريع مغربية تدخل في إطار تقدم مملكة وثورة شعب وملك، اللهم بارك اللهم بارك. من هنا انطلقنا ومن هنا غادي نرجعوا، حياك الله. الله يعاون. انا هيا هيا.